الحمد لله تعالى ولي كل نعمة، والصلاة والسلام على نبيه سيدنا محمد النبي الرحمة، ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. أسأل الله تعالى أن يعيننا على رمضان بالقبول والتوفيق إلى ما فيه محابه ورضوانه عنا، إنه سميع الدعاء. سبحان الله، في مثل هذه الأوقات عبر العصور يتراءى الهلال، وتراء الهلال يا أيها الأحبة يكون بعيد المغرب وليس قبيل المغرب كما يظن بعض الناس، يعني لحظات غروب الشمس وبعدها، فإذا رؤي الهلال بعدها ثبت الشهر دخوله الجديد، وأما إذا رؤي الهلال قبل غروب الشمس فهذا لليلة السابقة فلا يثبت به شيء، لأن بعض الناس يقف قبل ربع ساعة مثلا من أذان المغرب فيتراءى. الترائي يكون قبيل المغرب وبعد الأذان، بعد غروب الشمس بقليل. سبحان الله، الآن الحمد لله نحن في زمان تغيرت الأمور فيها، وصارت وسائل مراقبة الهلال وسائل يعني بفضل الله جيدة متقنة. قديما كان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون فيقولون لا عبرة بقول المنجمين وأهل الحساب في رؤية الهلال، هذا أمر كان صحيحا، ولكن في ذلك العصر في زماننا ليست القضية تنجيما وحسابات، وإنما هي رؤية فلكية دقيقة متقنة محسوبة. فيتساءل كثير من الناس في كل عام، إذن فما الغاية أصلا من رؤية الهلال؟ ليش عبقولوا خلونا نشوف الهلال، خلص الأمر حسابي فلكي وانتهى كل شيء. هذا يا أيها الأحبة فيه أيضا نقص بدون أن يشعر الإنسان من كرامة الدين. الإنسان لا يقصد بهذا الانتقاص من كرامة الدين، لكنه يحصل هذا بهذه الكلمات. كيف؟ ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فإن غبي عليكم فإن غبي عليكم، ألفاظ كثيرة في الصحيح، نعم، فأتموا عدة شعبان 30، يعني فإن لم تستطيعوا رؤية الهلال في مساء 29 كهذا اليوم فأتموا عدة شعبان 30، وليس بعد 30 من يوم فسيدخل رمضان تلقائيا. نعم، فالحديث علق قضية الصوم والإفطار بالرؤية، لذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى عبر العصور يقولون لا بد من الرؤية. فلما جاء هذا العصر وصارت هذه الآلات الحاسبة الفلكية الدقيقة المراقبة المبنية على علم، لا على ظن ولا على تخمين ولا على حساب اجتهادي ولا على تنجيم، صارت حاسبة دقيقة، قال بعض مجتهدي عصرنا، قال ليش في عصرنا مجتهدون؟ نعم، لا تخلو الأرض من قائم لله تعالى بحجته، ولكن ليس كل من هب ودب يزعم أنه مجتهد في الدين، يعني ينبغي أن يكون فقيها متمكنا وليس لعبا. يوجد، نعم، في كل بلد يوجد من هذا الصنف شخصان ثلاثة على مستوى البلد كله، قل سبحان الله، لكن يوجد. فمجتهدو عصرنا رحمهم الله وعافى من بقي منهم، نعم، يقولون هذه الرؤية أو هذه الحسابات صارت رؤية ولكنها فلكية، يعني بقينا نأخذ بالحديث الشريف بقوله صوموا لرؤيته، كيف؟ رؤية فلكية. لذلك استحسنوا، قالوا نجمع بين الشيئين، نجمع بين الرؤية البصرية العينية المباشرة وبين الرؤية الفلكية الدقيقة المثبتة، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. لو ثبت رمضان في غير بلدنا يثبت في بلدنا؟ كثير من أهل العلم قال نعم، أو أكثر أهل العلم. لماذا؟ حرصا على وحدة صف المسلمين، فلو اثبت في بلد
ينبغي في مثل هذا العصر صارت وسائل التواصل سريعة جدا، في ثوان يعرف أنه ثبت في البلد الفلاني، فينبغي على المسلمين كما قال أكثر أهل العلم أن يصوموا مجتمعين، لأنهم عرفوا بثبوته في بلد آخر حتى ولو لم يشهدوه هم في بلدهم، حتى ولو لم يشهدوهم في بلدهم. أقول حرصا على وحدة صف المسلمين كي لا يحصل التفرق. ولكن اليوم سبحان الله نشهد اختلافات كثيرة، بل بعض دول المسلمين تتعمد أن تخالف غيرها لأنها ما أدري ماذا أقول، لأنها تكره باقي المسلمين، لأنها الله تعالى أعلم بالحقائق. فمن وحدة صف المسلمين أن يجتمعوا على كلمة واحدة في قضايا الصيام والإفطار وفي قضايا الحج وغير ذلك، سبحان الله. طبعا نحن ليس بأيدينا شيء، ولكن كأفراد نحن بأيدينا شيء سهل من ناحية ومهم من ناحية، وهو قبل سنوات كثيرة خلت كان بعض الناس يقول يا أخي أنا سأصوم على حساب البلد الفلاني وأفطر على حساب البلد الفلاني و و و و و. لماذا تدخل نفسك في مثل هذه القضايا وتعقدها على نفسك؟ قال أنت قلت الآن إذا ثبت في بلد آخر وجب على باقي المسلمين الصوم. صحيح، أنا مو أنا قلت، أكثر أهل العلم قالوا، ولكن إذا كان عموم البلد لم يثبتوه أصوم وحدي مخالفا الجماعة، جماعة المسلمين في بلدي؟ لا ينبغي هذا، يد الله تعالى مع الجماعة. فإذا كانت بلدي لسبب ما خالفت باقي بلاد المسلمين ولم تصوم، أفأصوم وحدي كما كان يفعل عدد من الإخوة؟ مو في بلدنا فقط، في عدة بلاد، سبحان الله. فيبقى أهلهم ومن حولهم ينظرون إليهم، يصوم هو أصوم أنا؟ يدخل الشك على الإنسان ويتلجلج ولا يدري كيف يتصرف. نحن في أوقات نحتاج إلى لم الشمل، إلى توحيد الصف، إلى رأب الصدع، إلى جمع الكلمة، لا إلى زيادة الهوة بين المسلمين، سبحان الله. إذا كان أعداؤنا يتربصون بنا ليل نهار فنحن أولى أن نجمع صفنا حتى لا نزيد ما بيننا من شقة وهوية وهوة وانحدار وتفرق. غدا إذن يسمى يوم الشك، قال إيه أثبتوا أنه ليس غدا رمضان، يبقى مسمى بيوم الشك، بالتالي لا ينبغي صومه. نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. لكن إذا كان هذا اليوم يوافق عادة لإنسان فلا بأس بهذا، إنسان كان يصوم كل أربعاء مثلا أو نذر أن يصوم يوم الأربعاء لا بأس بهذا، أو كان هو من عادته أن يصوم متفرقا وأراد أن يصوم لا لأنه يوم الشك ولا لأنه يحسبه من رمضان، أيضا تزول حينها الكراهة في هذه المسائل. لا أريد أن أطيل، أسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته ويقربنا إليه، وكل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين.